صحيفة ماركا الأسبانية، الصحيفة القريبة من ريال مدريد، فجرت مفاجأة قوية جدا جدا النهاردة، ستقلب الأمور رأسا على عقب في أسبانيا. صحيفة اس وصحيفة ماركا الأسبانيتين أكدوا بأن الموهبة لامين يامال لاعب نادي برشلونة عقده مع الفريق الأسباني هينتهي مع نهاية الموسم القادم، وبالتالي ريال مدريد بيحاول إغراء لامين يامال بالانضمام إليه حسب صحيفة الماركا وصحيفة الأس، الصحيفتين المقربتين من ريال مدريد. هنعرف تفاصيل أكتر وأكتر، ولكن ادعمني وشرفني لو كنت من متابعي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي بلايك واشتراك وفعل زر الجرس، ويلا بينا إلى مزيد من التفاصيل. لامين يامال عقده مع فريق برشلونة هينتهي في نهاية الموسم الحالي، عفوا مش المقبل، لا الحالي، وبالتالي يحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل. ريال مدريد بدأ محادثات مع لامين يامال ووالده من أجل الانضمام إلى النادي الملكي في الموسم القادم، في ضربة قوية جدا لبرشلونة، لأن لامين يامال الوقت الصحف الأسبانية بتؤكد أنه هيبقى موهبة كبيرة جدا وواحد من أفضل إن لم يكن أفضل المواهب في أوروبا خلال السنوات القليلة القادمة. وبالتالي أيا كان لامين يامال هيبقى في برشلونة او سيغادر الى الريال، كل اللي يهمنا انه بقى مغربي 100% ان شاء الله، وليه مستقبل عظيم مع المنتخب المغربي.